انت البارحه وين شفتني؟ والله ما ادري، شفتك بالنسور. بالنسور ايش لابس؟ ياهو انا البارحه العسكري. زين ها انت عسكري؟ ها اي صح. البارحه ايش لقيت ايش لابس؟ انا شوف انا اسمع 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 راح مع والديك واسمعوا. انا راح احكي القصه. انا ما محتاج، انا ما محتاج، والله ما محتاج، وعندي راتب. شباب انا بس انا بس انا بالدفاع وانا اخوكم. اسمع على راسي، قلت لك انزل مجاز ما اروح. خل احكي احكي هاي السالفه. هذا الرجل عسكري فقال لي انا دا اموت من القهر لان انا منتسب ودا اشوف اخوتي واهلي وشعبي يطلعون وما يخلوني اطلع، بس انا وعدك راح اطلع من انزل مجاز. انت بالدفاع بالداخليه بالدفاع. انت عراقي وذولا اخوتك عراقيين. انا عراقي وهذا موقف عراقي. هذا موقف شرف. بس انا مو ضد الشعب، انا ابن الشعب. تعال. الجيش الجيش ابن الشعب. عاشتينك واعطيني ابوسك.